امبارح يمكن دكتور مصطفى مدبولي زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن مصر بتشهد طفرة في التعليم، وكمان قال إن الأسبوع اللي جاي هيكون فيه زيارة لعدد من المدارس للوقوف على منظومة التعليم الجديدة والمناهج بعد التطوير. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية زيارات رئيس الوزراء الأسبوع القادم في المحافظات بصورة مكثفة. إيه الدور الإيجابي من زيادة عدد المدارس للتأكد من انتظام الدراسة والمنظومة الجديدة للتعليم؟ على الهاتف معنا الدكتور تامر شوقي الخبير التعليمي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور، وبعد التحية عايزين نعرف منك أهمية اهتمام الحكومة بالمنظومة التعليمية الجديدة، أهمية القرارات التي اتخذها الدكتور مدبولي مؤخرا لضبط العملية التعليمية في أول أسابيع الدراسة. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذ غسان، صباح الخير على كل المصريين، وكل عام وحضراتكم بخير. اولا طبعا احنا بنشهد حراكا قويا في مجال التعليم من خلال اهتمام الدوله المصريه الممثله في الحكومه المصريه ووزاره التربيه والتعليم بكافه عناصر المنظومه التعليميه، سواء كان المناهج الدراسيه اللي حصل فيها تطوير زي ما حضراتكم عارفين لغايه منهج الصف الاول الاعدادي، او في مجال المعلم من خلال اللي احنا بنتيح ليه او الوزاره بتتيح ليه مجموعات الدعم والتقويه عشان يزود من دخله الدراسي او دخله المادي اسف. صحيح. ومن ناحيه ثانيه ان هي بتحارب الدروس الخصوصيه. كمان الحكومه المصريه بتهتم او اهتمت بشكل كثيف جدا بملف كثافه الفصول، واحنا كلنا عارفين ان كثافه الفصول وصلت في بعض الادارات التعليميه الى اكثر من 200 و250 طالب في الفصل الواحد، بل وصلت الى في المدارس العاديه الى 80 و90 طالب في مناطق زي القاهره، وده طبعا نفر الطلاب من المدارس خلاهم يلجاوا الى سناتر الدروس الخصوصيه. من هنا اعطت الحكومه المصريه واولى اهتماما كبيرا بهذه الملفات. مثلا في ملف كثافه الفصول المدرسيه خلقت الدوله المصريه حوالي 100,000 فصل جديد ادى الى تقليل الكثافه في كل الفصول باستثناء 47 مدرسه الى اقل من 50 طالب في الفصل الواحد، ده يعتبر انجاز. لك أن تعلم حجم هذا الإنجاز إذا علمت أن عدد الفصول في مصر كلها حوالي 550 ألف فصل، خفضنا فيهم الكثافة إلى أقل من 50 طالب. الكل بيشهد حالياً المصطفى تحسنا ملموسا في العمليه التعليميه داخل الفصول، في عمليه التزام من جميع المعلمين بالتواجد داخل المدرسه. خلال السنوات اللي فاتت كان كثير من المعلمين يتركون المدرسه اثناء الدراسه ويذهبون الى مراكز الدروس الخصوصيه، دلوقتي ما فيش الكلام ده. كثير من الطلاب كانوا يعزفون عن الذهاب الى المدرسه ويذهبون برضه الى مراكز الدروس الخصوصيه اثناء اوقات المدرسه، الكلام ده اتنفى من خلال قرارات مثلا زي قرار اعمال السنه. طب انا عايز اتكلم بس على الزياره لرئيس الوزراء سريعا جدا يا فندم، يعني ايه اللي حصل؟ كلمنا بسرعه عن احنا شايفين دلوقتي معالي رئيس الوزراء كان دخل كل حاجه، دخل المكتبات، دخل حتى الحمامات، شايف عامله ازاي، في رقابه على كل حاجه وفي هيروح كذا مدرسه جايه، ده قد ايه مهم؟ طبعا يا فندم زياره دوله رئيس الوزراء الى الادارات او الى المدارس المختلفه ده امر محمود جدا، وبيعطي اشاره قويه جدا الى الجميع ان الدوله المصريه جميعها مهتمه بملف التعليم. وزي ما حضراتكم شفتوا امبارح معالي رئيس الوزراء راح اداره السلام التعليميه وراح لبعض المدارس اللي هي مخطط لها في الزياره، وفاجئ مدارس ثانيه بالزياره. طبعا الهدف من هذه الزيارات ان هو يتاكد من تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بالفعل قبل بدء الدراسه، هل في بالفعل تسويه للعجز في عدد المعلمين؟ هل في بالفعل تقليل للكثافه في ارض الواقع؟ هل بالفعل الطلاب استلموا الكتب الدراسيه ولا لا؟ هل المناهج الدراسيه بعد دمجها او اعاده هيكلتها الطلاب راضيين عنها ولا لا؟ هل البنيه التحتيه للمدارس مؤهله لاستقبال الطلاب ولا لا؟ فده امر محمود جدا. وخلي بال سيادتك ان معالي رئيس الوزراء وعد ان هو خلال الاسبوع القادم هيزور العديد من المحافظات. طب ايه انعكاس او ماذا تعطي هذه الزيارات من اشارات؟ اول حاجه تعطي او اشاره ان الدوله المصريه بتعطي اهميه كبيره واولويه كبيره للتعليم، باعتبار ان التعليم هو قاطره التنميه في مصر. كمان يا فندم ان السياسه التعليميه في مصر اصبحت الان لا تعتمد ولا ترتبط بوزير التعليم، لكن هي سياسه دوله وتوجه دوله. والدليل على كده زياره معالي رئيس الوزراء وحضور معظم المؤتمرات الصحفيه اللي بيعقدها معالي وزير التربيه والتعليم. كمان يا فندم زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو بيتابع ما تم تنفيذه من قرارات، وبيتاكد من ان العمليه التعليميه ماشيه بالنظام، وبيعالج المشكلات اللي بتظهر اول باول.
كمان يا فندم خلي بال حضرتك، الزيارات دي بتتسق مع مبادره بدايه جديده لبناء الانسان المصري، اللي احنا بنهتم بمنظومه التعليم اللي هي قايمه على تحسين العنصر البشري وعلى تهيئته. خلوا بالكم ايضا الدوله صحيح. المصريه في اطار هذه المبادره قامت ب تسليم الكثير من الاسر الاكثر احتياجا مستلزمات المدرسه بالمجان، وده بيندرج تحت بند الحمايه الاجتماعيه، وهو مبدا اساسي من مبادئ مبادره بدايه جديده لبناء الانسان. صحيح. على اي حال يعني زي ما حضرتك قلت، التعليم من اهم اولويات الدوله المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه اكثر من مناسبه بيتابع الملف ده بشكل دقيق. بنشوف زيارات ايضا للدكتور مصطفى مدبولي اكد فيها اهتمامه بكل مراحل العمليه التعليميه من اول رياض الاطفال حتى نهايه المرحله الثانويه. المتابعه الدقيقه للدوله المصريه وقيادتها لهذا الملف مش هيخلي بس وزير التربيه والتعليم يعني هو المسؤول عن هذا الامر يا بسنت، ولكن الامر بقى سياسه الدوله، بقى نوع من انواع الرقابه من كل أجهزة الدولة على هذا الملف المهم جدا. على جانب آخر الناس تقول التعليم والصناعة، التعليم والصناعة، التعليم والصناعة، التعليم والصحة من أكتر الملفات شايفين بالفعل. جهد وفي شغال. تطوير فيها يعني بنشوفه طول الوقت، وزي ما احنا شايفين يمكن شفنا الكلاسز دلوقتي الفصول نفسها، شفنا الطلبة عاملين ازاي ان احنا نقلل التكدس الموجود في الفصول. ده حاجة مهمة جدا عشان الطلبة يقدروا يفهموا المناهج بشكل واضح من المدرسين، ونقلل فكرة الدروس الخصوصية اللي بالفعل ابتدى يكون في فكر مغاير لهذا الفكر. بنشكرك دكتور تامر شوقي الخبير التعليمي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس.